بسم الله الرحمن الرحيم، الروح يكون سلام واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوستين، اهلا بحضراتكم. نتكلم عن استدعاء اللوغوس في قداس الاله. احنا قلنا في الفيديو اللي فات المتعارف عليه ان احنا عارفين من واحنا وتولدنا مسيحيين، عارفين ان استدعاء الروح القدس ان هو طلب الروح القدس يحل على الخبز والخمر يتحولوا جسد ودم. لكن في استدعاء لله الكلمة بنطلب منه يحل على الخبز والخمر. ازاي؟ بعد صلاة الشكر الصغرى يبارك كاهن القرابين ويقول صلاة التقدم على القرابين المقدسة، فيقول ايه؟ أيها السيد رب يسوع المسيح الابن وكلمة الله وكلمة الآب غير الدنس المساوي له في الأزلية مع الروح القدس، أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء وسبقت وسيرت ذاتك حملا بلا عيب عن حياة العالم. نسأل ونطلب من صلاحك يا رب البشر، اظهر وجهك على هذا الخبز وعلى هذه الكأس هذين اللذين وضعناهما على المائدة الكهنوتية التي لك. اظهر وجهك على هذا الخبز، بخطب مين؟ بخطب الله الكلمة. باركهما وقدسهما وقلهما لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس والمزيج الذي في هذا الكأس يصير دمك الكريم، ولا يكون لنا جميعا ارتقاء وشفاء لأنفسنا وأجسادنا ومغفرة خطايانا، لأنك أنت وإلهنا ويليق بك المجد والإكرام والعزة بك الذي لا ابتداء له هو الكل القداسة الصالح والموحي روحك القدوس المساوي لك الآن وكل أوان. وده كان معروف لغاية حتى منتصف القرن الرابع، في خلاجي صربيون القرن الرابع قال فيه: ولذلك يا إله الحق ليأتي كلمتك اللوغوس ويحل على هذا الخبز كي يصير جسد الكلمة يعني جسد اللوغوس، وعلى هذه الكأس كي يصير دم الحق، وامنح الذين يتناولون منه أن يحصلوا على دواء الحياة منحا إياهم الشفاء من كل مرض لكي ما يقويهم في كل تقدمة وفضيلة. واضح. كما أن القديس أثناسيوس الرسول كتب مقالة حول حلول الروح حلول اللغوس على الخبز والكأس فيصير هذا جسد، وأكد الأراضي علم أورجينوس أو القديس أورجينوس سيان أهم حاجة ربنا هيبصله ازاي، وأكليمندوس الإسكندري، وهي تؤكد أن شكل الاستدعاء القديم في مصر كان استدعاء اللغوس. كلام جميل. الحلقة الجاية هناخد استدعاء الروح القدس من أساسيات القداس، ابتدت نصيا تبقى تدخل جوه الكنيسة ازاي هنعرف. بيكون الحلقة الجاية رجاء محبة ومشاركة الفيديو وعمل لايك. شكرا.